السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في درس جديد النهاردة في قناة ماذا بوستر. إن شاء الله النهاردة هنتعلم سوا دالة السويتش بتتعمل إزاي أو فكرتها إيه، وهناخد عليها اللي هو أشهر مثال ليها اللي هو إيه، عمل كود آلة حاسبة. فتعالوا نعرف كده السويتش دي بتتعمل ازاي. لما هنيجي نشتغل كده على الفيجوال ستوديو واجي اشوف، انا طريقة الشرح هتكون كالاتي، ان احنا هبتدي على طول في كود الآلة الحاسبة، واحنا بنعمله بنشرح ايه السويتش. فهو كود الآلة الحاسبة لما انت عايز تيجي تعمله، الآلة الحاسبة دي آلة حاسبة بسيطة ففيها عمليات الحسابية الأربعة اللي هي الجمع والطرح والضرب والقسمة. طيب، شيء طبيعي إن العمليات دي بتتم ما بين رقمين، يبقى أنا لما أجي أعرف المتغيرات في الكود هنا هقول له إن أنت هيبقى عندك نم واحد اللي هو نمبر واحد ونمبر اتنين، نمبر وان ونمبر تو. طيب هختار لهم بقى انت ولا فلوت ولا دبل. اختار فلوت بحيث لو اليوزر دخل لي رقم صحيح يمشي، لو اليوزر دخل لي رقم كسري يمشي، ما يبقاش عندي مشاكل فيه. فاعمل نم واحد وافصل واقول له نم اتنين اللي هو اختصار نمبر يعني، وبعد كده بفصل برضه واقول له حاجة اسمها ريس. الريس ده يعني ايه او ايه هو ده؟ اللي هو العملية الحسابية، اللي هو شكل العملية الحسابية. يعني هنعرف قدام ان احنا هنبص نلاقي ان الريس بيساوي، او مثلا انت اخترت عملية اللي هي الجمع، يبقى الريس بيساوي نم واحد زائد نم اتنين، وهنفهمها اكتر قدام. بعد ما عملت خلاص المتغيرات بالشكل ده، اعمل سيمي كولون وانزل تحت. الاس عندي متغير كمان اللي هو السيمبل اللي هو الاوبريتور، اللي هو العملية الحسابية ذات نفسها اللي هي الجمع او الطرح او كده. فانا مثلا هسميه سيمبل كده واقول له ده اسم المتغير. هعمله ايه؟ هعمله سترينج على اساس ان هو نص، فانا هعمله سترينج واعمل سيمبل في الاخر وارجع انزل تحت اقول له كونسول دوت رايت لاين، واقول له اول حاجه ايه، شيء طبيعي كده اقول له دخل لي الرقم الاولاني، وبعد كده ارجع احفظ اللي هو دخله دالة الريد لاين، واقول له دخل لي الرقم الثاني واحفظه، واقول له دخل لي العمليه الحسابيه اللي انت هتستخدمها وارجع احفظها. فهقول له كونسول دوت رايت لاين انتر ذا فيرست نمبر، واقفل بره السيمي كولون وارجع احفظها. هقول له ان نم واحد بيساوي طبعا هنا النم واحد ده عبارة عن فلوت، دالة الريد لاين ما بتقراش الا متغير سترينج، فبالتالي بحول المتغير الفلوت ده لسترينج عن طريق الدالة بارس. فهقول له بالشكل ده، هقول له نم واحد بيساوي فلوت اللي هو اسم المتغير فوق دوت بارس اللي هي الدالة اللي بتغيرها، وارجع افتح قوسين واقول له كونسول دوت ريد لاين، واعمل قوسين تانيين كده واقوم اعمل سيمبل كده. انا حفظت قيمة الرقم الاول اللي اليوزر هيدخله، وارجع اقول له دخل لي الرقم التاني انتر ذا سكند نمبر، واعمل سيمبل واقول له نم اتنين يساوي برضو فلوت دوت بارس فلوت دوت بارس، واعمل قوسين واقول له كونسول دوت ريد لاين وقوسين تانيين وبره اعمل سيمبل، وارجع انزل تحت اقول له كونسول دوت كونسول دوت رايت لاين. هقول له بقى دخل لي الاوبريتور، يعني انا قلت له دخل لي الرقم الاول ودخل لي الرقم الثاني، اقول له دخل لي العمليه الحسابيه اللي انت هتعملها، فاقول له انتر
اوبريتور، تمام، واقفل في سيمو كولون، وارجع اقول له الاوبريتور اللي هو السيمبل يعني اللي احنا مسمينه فوق سيمبل يساوي. هنا هي اساسا سترينج، فبالتالي مش مضطر احولها لسترينج، هي اساسا سترينج، فما فيش هنا دوت بارس خالص. اقوم على طول كاتب له كده كونسول دوت ريد ريد لاين وقوسين وسيمو كولون كده. يبقى انا اشتغلت على اول جزئيه في الكود، انا قلت له دخل لي الرقم الاول ودخل لي الرقم الثاني ودخل لي العمليه الحسابيه. ابتدي بقى اشتغل على السويتش. بس الاول بتيجي تعمل بعد المتغيرات هنا بتعمل حاجه اسمها ايه كده، وهي نقطتين فوق بعض دي اللي هي بتاعت الجو تو اللي هي بتاعت التكرار. يعني ايه بتاعت التكرار؟ يعني لما يجي يدخل لي مثلا المتغير، انا مش يعني خليها دلوقتي، سيبوها دلوقتي افهمها لكم اكتر، بس لما ننزل تحت ونخش في السويتش. الاول حاجه بعملها ان انا بدي للريس اللي هي العمليه الحسابيه قيمه ابتدائيه فلتكن صفر، وارجع بعد كده اقول له سويتش وافتح قوسين واكتب ما بين السويتش الحاجه اللي انا هشتغل عليها في حاله السويتش. انا هنا هشتغل على ايه؟ على العمليه الحسابيه اللي هي الزائد والناقص والطرح والقسمه، فبالتالي هقوم كاتب اسم المتغير اللي هو السيمبل بالشكل كده، وانزل تحت. السويتش بتتكون من ثلاث حاجات، السويتش والحاله اللي بتشتغل عليها، وبعد كده حاجه اسمها الكيس. الكيس اللي هي الحاله الاولى زي الاف مثلا، داله الاف كنا بنقول ان الاف اف الحاله الس الحاله الثانيه. هنا السويتش اللي مكان الاف بنقول كيس. كيس ايه بقى؟ هقول له اعمل دبل كوتيشن كده واقول له زائد، واعمل نقطتين فوق بعض، واقوم جاي هنا كده انزل تحت واقول له ريس بيساوي رن واحد زائد رقم اتنين، واقوم عامل سيمي كول، وانزل تحت اعمل حاجه اسمها بريك واعمل سيمي كول. طيب ايه هي البريك دي؟ قال لي البريك هي البريك، اللهم صل على النبي، البريك دي بتفصل ما بين الكيس الاولانيه اللي انت عملتها وما بين الكيس الثاني. فانزل تحت واقول له كيس برضو، واعمل ريبيتيشن، واقول له انا اشتغل ناقص، واعمل نقطتين فوق بعض، وانزل تحت اقول له الريس يساوي نم واحد ناقص نم اتنين، واعمل سيمي كولون، وانزل تحت اقول له بريك. عشان كده انت خلصت الحاله وتقفلها بسيمي كولون. تمام. ترجع تنزل تاني تقول له كيس سي دبل كونديشن، وتقول له المره دي فيه، تنزل تحت وتقول له الريس هيساوي نم واحد في نم اتنين اللي هو نمبر اتنين، تعمل سيمي كول، تنزل تحت تعمل له بريك، تعمل بريك. يبقى انت كده خلصت الحالة التالتة اللي هي عملنا الجمع اهو، وعملنا الطرح، وعملنا الضرب. ننزل نعمل القسمة، هقول له كيس دبل كوتيشن، واعمل علامة القسمة اهي ونقطتين فوق بعض، وانزل اقول له ريس يساوي نم واحد على نم اتنين، واعمل سيمي كولون، وانزل اعمل بريك، تعمل سيمي. كده انت خلصت العمليات الحسابية بتاعتك. ولكن في حاجة احنا نسينا هنا، بس نعمل نفتح قوس هنا بعد السويتش، وتنزل تحت هنا كده. انا بقول لكم خلصنا الاربع عمليات حسابية البساط اللي هما البساط اللي عندنا دلوقتي. فلنفرض تبع السويتش ده اللي هي الديفولت، حاجة اسمها ديفولت.
حاجه اسمها ديفولت. طب ديت لازمتها ايه؟ قال لي ان الديفولت دي بتتعمل اذا المتغير دخل اوبريتور غير الاربعه، يعني انا عامل عندي الجمع والطرح والضرب والقسمه، فلنفرض ان الاوبريتور دخل حاجه تانية غير دول، فبعمل حاجه اسمها ديفولت اللي هي الحاله لو المتغير دخل حاجه غير دول انا اطلع اقول له لا يا عم ده انت كده عندك ديفولت، هتستخدم حاله الديفولت اللي هي الحاله لو المتغير حاجه تانية ديفولت، فبكتب ديفولت بالشكل ده ونقطتين في بعض، وانزل تحت اقول له كونسول دوت رايت لاين، يعني هو عايز اطبع حاجه اقول له ايه؟ اقول له يو ام طرد رونج اوبريتور، فهمته؟ يبقى وظيفتها ان انت لو دخلت حاجه غلط حاجه غير اللي انا عاملهم، فيطلع يقول لي ده انت دخلت اوبريتور غلط مش متسجل عندي، فديت وظيفه الديفولت. تمام. جو تو اي اي فانا وصلت لهنا اهو، فبقول له جو تو اي اي اللي هي داله الجو تو اللي هي داله التكرار. فانا ليه عملتها؟ هقول لك بقى، هقول لكم، لان لو انا هنا عندي انت يو انتر درونج ايريتور، انت دخلت حاجه غلط، وظيفة الجو تو ديت ان هو انا دخلت حاجة غلط فظهر لي يونتر رونج اوبريتور، تقوم جو تو دي عاملة ايه؟ تقوم مطلعة السؤال تاني اللي هو اللي احنا عاملينه في الاول اللي هو انتر فيرست نمبر وانتر اللي هو الانتر اوبريتور، تمام؟ انه قرر لي تاني دخل لي الاوبريتور تاني عشان انت دخلت واحد غلط، فالكود مش هيمشي معاك. يبقى احنا كده خلصنا الكود بتاعنا بتاع الآلة الحاسبة، عملنا المتغيرات وعملنا طباعة وعملنا السويتش اللي بتتكون من الكيس، بتخلص الكيس تعمل بريك، وفي الاخر خالص بتعمل حالة الديفولت اللي هي الحالة الثابتة لو المتغير دخل حاجة انت مش عاملها. اما اجي ادوس ستارت كده واشوف الاوتبوت بتاعي، اهو بيقول لي انتر ذا فيرست نمبر، فانا هقول له مثلا 10، يقول لي انتر ذا سكند نمبر هقول له 5، يقول لي انتر اوبريتور هقول له انا عايزك مثلا تجمعهم لي اللي هي زائد، هيقول لي طلع الناتج، بس راحت الشاشه السوداء على طول. ليه؟ انا هقول لكم ليه، لان دايما بعد ما تخلص الكود بتاعك في سي شارب بتنزل تحت كده عشان الشاشه السوداء دي تثبت عندك، فبتستخدم حاجه اسمها كونسول دوت ريد كي، تبقى عامله كده كونسول دوت ريد كي، دي تخلي الشاشه السوداء عندك تفضل ثابته لحد ما تقفلها انت بايدك. انما لو ما عملتهاش هتلاقي ان الشاشه السوداء راحت على طول زي ما انت شفت. فهو انتر فيرست نمبر هقول له 10، انتر سكند نمبر اقول له 5، دخل لي الاوبريتور اقول له زائد، طبعا اللي هي احنا ناسيين حاجه مهمه جدا، يعني عشان كده الكود مش بيشتغل، معلش يعني عذرا ان انا نسيتها. اللي انت عايز تطبع الناتج النهائي بعد كل اللي احنا عملناه ده اللي هو كونسول دوت رايت لاين افتح قوسين دبل كوتيشن اللي هو النتيجه النهائيه بقى، يعني ذا ريزلت بتاعتك ذا ريزلت از، وتيجي بره كده دبل كوتيشن وتقول له زائد ريس اللي هي القيمه اللي هتطلع معاك، وكده سيمي كولون. كده باذن الله الكود هيشتغل معانا. اجي اعمل ستارت، هتبص تلاقي لما دخل له العشرة والخمسة والزائد هيقول لي الريزلت بتاعك 15. تمام. طيب تعالوا نشوف كده حالة الديفولت دي. لما اجي اعمل كنترول اف 5 تاني او اجي اعمل ستارت من فوق،
مدخل له 10 و9 والاوبريتور اقوم مدخل له اوبريتور انا ما عملتهاش اصلا يعني اي اوبريتور اهو، هيقول لي شوف انا دخلت كتبت في الاوبريتور واحد قام طلع لي قال لي يو انتر ذا رونج اوبريتور، وبعد كده تقوم يقوم طالع لك تاني شوفوا بقى لاحظوا معايا يقوم طالع لك تاني انتر فيرست نمبر اقوم قايل له 10 اقوم قايل له يقوم اقوم دايس يقول لي انتر سكند نمبر هقول له 10 يقول لي انتر اوبريتور ادخل اوبريتور صح فليكن عمليه القسمه هيقول لي الريزلت بتاعتك 1. يبقى اظن كده واضح قدامكم بقى ايه هي الجو تو دي برضه. يبقى احنا اهو قلنا الجو تو مع السويتش وظيفتها مع الديفولت الاثنين سوا، ان الديفولت لو انت دخلت له حاجه تانية غير الاربعه عمليات اللي احنا مدخلينهم ما يقول لك انت دخلتها لي غلط ويعيد لك السؤال تاني. الجو تو وظيفتها انها تعيد السؤال تاني. ارجو ان يكون الموضوع مفهوم. ان شاء الله انتظرونا في شرح قادم لدروس قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.